انا حازم مصطفى باظه، انا امين صندوق حزب الدستور امان دمعادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نحب نعرف الناس بقضيه الشباب المعتقلين مسيره المعادي. هم مجموعه شباب نزلوا يوم 25 يناير 2014 عشان يحيوا ذكرى الثوره، فكانوا عاملين مسيره من جامع الفتح بالمعادي رايحين لمحطه مترو المعادي، وهم في طريقهم للمسيره مسيره سلميه ما فيهاش فيش اي نوع من انواع الاسلحه. شباب مستقل ما لهمش علاقه باحزاب سياسيه ان كانوا او حتى تبع الاخوان المسلمين او اي جماعات دينيه متطرفه. الشباب هم ماشيين للاسف تم الاعتداء عليهم من قوات الداخليه، وتم القبض تقريبا ساعتها على عدد كبير من الشباب سواء اولاد او بنات، لدرجه ان تم القبض كمان على ناس كانت ماشيه في الشارع عادي، كان في قبض عشوائي فتم القبض على الشباب، والناس اللي كانت ماشيه في الشارع طبيعي اتقبض عليهم. المهم باختصار الناس دول كلهم خدوا حكم، في 12 شاب منهم خدوا حكم. عددهم الاجمالي كام؟ العدد الاجمالي لا مش عندي بصراحه بالظبط، بس ال 12 شاب دول خدوا حكم وهم اللي اصدروا كتبوا بيان من محبسهم، فحابين بس ان احنا نقوله للناس. البيان بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 9/3/2014 عندما تغيب دولة العدل وتتدنى كلمة الحق ويصبح الظلم قانونا، فإن مستقبل الوطن على حافة الهوية، ويكون مستقبل الشباب ومصيرهم على وشك الانهيار. ملأنا الشوارع في يناير 2011 من أجل أهداف عيش، حرية، عدالة اجتماعية. فقدنا الكثير من الشباب ولم يؤتى بالقصاص حتى هذه اللحظة. مر 3 سنوات على تلك الثورة العظيمة، وتعرضنا فيها لتخبطات سياسية واجتماعية وأخلاقية تسقط فيها 3 أنظمة. بعد مرور تلك السنوات أين نحن الآن من الثورة وأهدافها؟ نحن الآن بالسجون. كنا وما زلنا شباب 25 يناير نتعرض كل يوم من ظلم واضطهاد من الأجهزة الأمنية. حتى الآن يتم اعتقال الشباب واحتجازهم وتلفيق التهم الواهية لهم، ويتعرضون لشتى طرق التعذيب النفسي والجسدي. فلماذا كل هذا؟ نستيقظ كل صباح داخل سجون النظام ونسأل أنفسنا لماذا كل هذا التعنت معنا؟ فنحن لم نطلب سوى الحرية والقصاص من القتلة. هل نحن من أخطأ؟ وهل نستحق العقاب؟ بديلا لمن حمل السلاح وقتل وعذب من الأنظمة التي حاربت لانتشار الفتنة على مدار 30 عاما؟ فهذه رسالة من داخل السجن تحكي معاناة 12 شابا يتم اضطهادهم يوميا ومعاملتهم على أنهم جناه ومجرمين، مع العلم أنهم أول من حاربوا الظلم والفساد وتركوا وراءهم مستقبل مبهم مجهول المعالم، وأهالي لا يعلمون حتى مصير أبنائهم. نحن لا نطلب الكثير، نحن نطلب العدالة، ولكن ليس عدالة الجلاد، إنما عدالة الله، ونعلم أنه ليس كثيرا عليه. 12 شابا مصيرهم معلق بقضاء مصر وعدالة السماء. بعد مرور 44 يوم داخل السجون لا يعلمون أين هم من المشهد السياسي. فنحن الحق حتى إن تم تكميم أفواهنا وتغليل أيدينا، فنحن صوت الشارع. تم إخلاء سبيلنا من القضاء بكفالة 500 جنيه، فتعنتت معنا النيابة بالاستئناف على هذه القرارات، وتم قبول الاستئناف واحتجازنا باقي المدة وتحديد جلسة للنطق بالحكم. فكان الحكم علينا بمثابة صدمة فازعة، وعندما حكمت المحكمة على 12 شابا أعمارهم تتراوح من 18 عاما حتى 23 عاما بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ مع المراقبة، فأين دولة الحق ودولة العدل؟ إمضاء معتقل المعادي: محمد مكاوي أحمد سويسي، أحمد العراقي شبل عبد العال، طارق محمد أحمد حسين مشهور بطارق تيتو، عمرو هشام إبراهيم الزكي، مازن أحمد ثابت، بسام محمد أنور، صابر أحمد، خالد مقداد، منتصر أحمد جلال، عاصم فرج الله نوفل، باسم عمار، أحمد محسن. حابب بس أقول حاجة بسيطة عن المفارقة الغريبة في القضية دي، إن أحد الشباب اللي هو طارق المشهور بطارق تيتو ده أحد أعضاء حزب الدستور. الشاب ده عليه قضيتين، ممسوك في قضيتين. القضية الأولى اللي بيتم محاكمته فيها هي قضية حرق مقر الإخوان المسلمين بالمقتل. القضية دي لسه شغالة لحد دلوقتي، وهو متهم أساسي فيها إن هو بيحرق مقر الإخوان المسلمين اللي في المقر الرئيسي.
القضية اللي هو ممسوك فيها واتحبس فيها وخد فيها حكم اللي هي 22 من ضمن ال 12 شاب اللي خد فيها سنتين حبس. الحكم حيثيات الحكم فيها ان هو الانضمام لأحد الجماعات الإرهابية. طبعا معروف لفظ جماعة إرهابية ده بينطبق على مين، فدي حاجة من ضمن الحاجات الكتير اللي بتدل على ان الشباب ده بريء، الشباب ده ما عملش حاجة، الشباب ده كان نفسه بس يشوف بلد كويسة، الشباب ده كان ماشي في مسيرة سلمية وتم القبض عليهم بشكل عشوائي. فيهم من ال 12 معتقل دول فيهم اتنين ما كانوش ماشيين في المسيرة. نتمنى ان احنا صوتنا يوصل. نفس التهم، هي مجموعة تهم كده بتترص لكل الناس، تجدير الصفو العام، انضمام لجماعات الإرهابية، كل الكلام هذا الى اخره. نتمنى ان يتم ان شاء الله في جلسة الاستئناف يوم 15/3 اللي جاية. نتمنى ان الاعلام يبقى معانا ويبقى في نوع من انواع المساندة والدعم للشباب ده.